بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا الجزء الثاني من التصوير، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع النباتات الشوكية، يعيش في جزيرة العرب. طبعا هذه أحد تجاربي في السابق، عبارة عن بكتيريا أخذتها من برك مائية. هذه أيضا بكتيريا أخذتها من برك مائية. يوجد فصائل كثيرة جدا من البكتيريا، وهذه أيضا فصائل من النباتات درستها في السابق، اكتشفت فيها ميكروبات وطفيليات، ودرست فصائل الزهور المتواجدة فيها. طبعا هذا أحد النباتات اللي درستها في السابق، يعيش في فصل الشتاء ومنتشر جدا عندنا في فصل الأحساء، اكتشفت ميكروبات وطفيليات فيه. وأيضا هذا درسته وفيه نسبة كبيرة جدا من الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيه، وكانت فيه يعني فصائل كثيرة جدا من الفطريات، ممكن تلقون فطريات وميكروبات بنسب كبيرة جدا. هذا أحد النباتات أيضا اللي درسته في السابق، ممكن تلقون فيه بكتيريا وفطريات وميكروبات، لازم نكون حذرين في دراسة الميكروبات والطفيليات. هذا أحد النباتات التي درسته في السابق، مثل ما تلاحظون حصل له تليف ويوجد فيه فطريات بنسب كبيرة جدا. وهذا أيضا من النباتات التي درستها في السابق، عبارة عن نباتات نوع من أنواع الخس. طبعا هذا أحد النباتات التي درستها في السابق، اكتشفت فيه نوع من أنواع الفطريات والبكتيريا، مثل ما تلاحظون عليه بكتيريا الحين بنسب كبيرة جدا واستعمارات متواجدة على أنسجته. مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع التمر الهندي، اكتشفت فيه فطريات وبكتيريا وفصائل أخرى. مثل ما تلاحظون هذه العينة أيضا درستها في السابق، واكتشفت فيها فطريات وأحادي الخلية وأنواع من الميكروبات والطفيليات القديمة جدا التي كانت تعيش في بداية كوكب الأرض. هذه أيضا بكتيريا أخذتها من برك المائية، ودرست فيها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. هذا أيضا أحد النباتات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون، واكتشفت فيه بكتيريا وفطريات وفصائل كثيرة من الديدان المجهرية. وهذا أيضا أحد النباتات التي درستها في السابق، اكتشفت فيه نوع من أنواع البكتيريا والفطريات، مثل ما تلاحظون في مستعمرات فطريات فصائل كثيرة جدا. وأيضا هذا أحد النباتات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل من نباتات، طبعا كان مصاب بضربة شمس مثل ما تلاحظون، اكتشفت فيه البكتيريا والفطريات المتواجدة عليه، ويعني في نسب كبيرة جدا من البكتيريا كونه يتحلل بسرعة.
هذا أيضا أحد النباتات التي درستها في السابق، وفيه نسبة كبيرة جدا من الفطريات والطحالب كونه يعيش جنب البرك المائية التي تكثر فيها خلايا الطحالب. في فطريات مقاومة للمضادات الحيوية مثل ما تلاحظون لونها أسود، مثل ما تلاحظون هنا المنطقة السوداء هي الفطريات المقاومة للمضادات الحيوية اللي حاولت اني اقتلها ولا قدرت. ايضا هذه احد النباتات التي درستها في السابق في مختبري، ودرست التليف اللي فيها والميكروبات والطفيليات المتواجدة في جسمها. هذه أحد النباتات أيضا اللي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون نباتات زهرية ويوجد عليها بكتيريا وطفيليات وفطريات، ويوجد مخلوقات دقيقة كثيرة جدا. هذه أيضا أحد النباتات التي درستها في السابق، يوجد فيها بكتيريا وفطريات وطحالب، ويوجد خلايا يعني من أنسجة النباتات نفسها وبكتيريا وأنواع من أحادي الخلية أيضا. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، يوجد فيها أنسجة نباتات متليفة. هذا أحد النباتات التي درستها في السابق، يوجد فيها ميكروبات وطفيليات بنسبة كبيرة جدا. يوجد نباتات تكون فيها الميكروبات بنسبة يعني كبيرة جدا، وأنا أنصحكم أنكم تكونوا حذرين في دراستها. إن شاء الله راح نكمل في الجزء الثالث.